أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. سبحانه وتعالى حكم على الجميع بالفناء وكتب لنفسه البقاء، هو القديم بلا غاية وهو الباقي بلا نهاية. دنا سبحانه وتعالى في علوه وعلا في دنوه، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، لا تدركه العيون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي، خير من مشى على الأرض محمد، شفيع الخلائق يوم العرض محمد، صفوة العباد محمد، سيد الزهاد محمد، خير من مشى على الأرض، شفيع الخلائق يوم العرض، من ناداه ربه القوي المتين من فوق سبع سماوات إلى سبع أراضين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سئل الإمام ابن الجوزي رضي الله عنه، قيل له: يا إمام، أفي كتاب الله عز وجل لأجل عين تكرم ألف عين؟ فقال: نعم. فقالوا: وأين يا إمام؟ قال: في قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أكرمت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده، فهو النبي الخاتم والمبعوث رحمة للعالمين. أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أخوة الإيمان والإسلام، شكر الله لكم عزاءكم ورفع في العالمين قدركم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. جئنا جميعا هنا كي نقدم واجب العزاء في راحلنا الكريم فضيلة الدكتور محمد عبد الحفيظ يوسف
عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل نور ما سنتلوه وثواب ما سنقرأه في موازين حسناته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. وتالإيمان والإسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، مثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتالإيمان والإسلام نعيش وإياكم الآن في رحاب كتاب ربنا الرحمن مع فضيلة القارئ الشيخ مراد علي شعبان، القارئ بالفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي، فليتفضل مشكورا فتح الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا Wow.
وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. إن له لحلاوة وإن عليه لظلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة إذا وعاها المؤمن اتجه إلى ربه وشكره، وإذا وعاها العاصي اتجه إلى الله وذكره، وما تيسر من خواتيم سورة البقرة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مراد علي شعبان القارئ بالفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي. شاكرين كل من جاء ليقدم واجب العزاء من السادة أعضاء مجلس الشعب وقيادات محافظة الجيزة، أن طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وتالإيمان والإسلام، الله سبحانه وتعالى كرمنا جميعا بآي القرآن، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كل آية نقرأها في موازين حسنات الدكتور محمد عبد الحفيظ يوسف عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. ننقل إليكم تلاوتنا إخوة الإيمان والإسلام عبر أثير كاميراتي ومرئيات مخرج الروائع القرآنية والمنسق العام لليالي الدينية المهندس أحمد الجعبري رئيس مجلس إدارة قناة الجعبري القرآنية على شبكات التواصل الاجتماعي. وتنا إخوة الإيمان والإسلام إلى عود بعد قليل إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.